غير يقدر يجيب أولاد. فعندنا أمراض الآن ماكو شيء احنا اتصور ما تكلمنا فيه، الرأس والصداع وضعف الذاكرة وكثير من الأمور التي تأثر على النظر، طنين الأذن، ضعف الذاكرة، ظهور حب الشباب، تعب، إرهاق، آلام الظهر، روائح كريهة، نقص المناعة، عجز جنسي، كثير من الأمراض الجنسية وراء هذه العادة المقيتة. هذا كل ما يصاب به جسم الإنسان، ما يصاب به نفسية الإنسان. شنو عندنا بعض الأمراض النفسية، شنو لو راح نوصل إليه؟ أمس قلنا الأمراض الروحية اللي تصيب الإنسان، اليوم الحين تكلمنا عن الأمراض الجسدية اللي تصيب الإنسان، وكما قلنا باختصار هو أعدام إلى الجسد، ممارسة هذه العادة أعدام إلى الجسد، ماكو مكان في الجسد ما يلحقه الضرر. هم كذلك الآن نفسية الإنسان تصاب بالأمراض، وأكبر مرض وهذا المرض خطير يصاب به من يمارس هذه العادة هو الاكتئاب، هو الاكتئاب. والاكتئاب إذا أصابه يأثر على حياته بشكل كبير، فينزوي من حياته الاجتماعية، يأثر على حياته، يأثر على حياته في تعامله مع الآخرين، يأثر على حياته في تعامله مع زوجته، مع أولاده إذا كان متزوج، مع أصدقائه، يصير دائما وحيد إذا كان مو متزوج، منزوي، ما يطلع، ما يتحرك، كله يريد يقعد الوحدة. يوصل الأمر إلى أنه يعيش ثقل كبير، هم كبير. طبعا الاكتئاب يصرفون المرضى بالاكتئاب، يصرفون جل يومهم في النوم، يصرفون كثير من طاقتهم في النوم، يريد يبتعد عن كل شيء. ومن الأمور الذي يفكر فيها المريض بالاكتئاب على الأقل كل 3 أشهر يفكر بالانتحار مرة، من وراء ممارسة مثل هذه العادة. 2، يصاب بالأرق، وهذا ذكرناه في اضطرابات النوم، أصلا ما يوصل إلى مرحلة النوم براحة، هم ينام مرتاح، هم ينام سريع، هم ينام سريع. وانتم تعرفون أنه النوم بالليل فيه فائدة للجسم أكثر من نوم النهار، بل نوم النهار يسبب بآثار سلبية على جسم الإنسان. بعد يصاب بالخوف والتوتر، يصير دائما خايف، دائما متوتر، ما تقدر انك انت تكلمه، ما تقدر تجيسه، دائما مستفز، دائما حساس، بمجرد انك انت تتكلم وياه يثار، يغضب، يحس انه مظلوم، يحس انه مشكلة، حياته النفسية تعبانة. واخيرا وهذا أيضا أمر مؤلم، أنه دائما يحس نفسه مذنب. خب أكيد لأنه يمارس الذنب 3 مرات في اليوم إذا كان يمارسه، أو مرة على الأقل في اليوم، فكل مرة هو مصر على الذنب فيحس بالذنب، يحس روحه مثقل عليه ذنوب كثيرة. ها بالله شلون حياته هذا الإنسان، نفسيا تعب، روحيا تعب، جسديا تعب، كل ذلك بهذه العادة فقط. ليش عاد؟ إنزين، نصل إلى ما هو المحور الأهم وهو العلاج. ما هو العلاج؟ طبعا أيها الأحبة، أمس في التنبيهات قلنا أنه العلاج قائم في كثير من الأحيان على نتائج الاستبيان اللي وصلنا إلى اللي وصلتنا. رقم 1، يجب عليه على هذا الذي يمارس هذه العادة أن يحفز الدافع الداخلي لتركها، لازم يصير عنده دافع لترك هذه العادة، لازم يصير عنده دافع. فعشان كذي دائما ما نسألهم لماذا تريد أن تتركها وكيف هي حياتك بعدها، هذين السؤالين يحفزون الدافع الداخلي، فيصير عنده إرادة قوية. طبعا
الذين شاركوا في الاستبيان حاولوا بعضهم، احنا سألنا هل حاولت أن تترك هذه العادة؟ في كثير من الأحيان جاوبوا، بل قد يكون كلهم جاوبوا بنعم، وبعضهم حاول أكثر من 3 مرات إلى 5 مرات إلى 10 مرات أنه يترك هذه العادة وفشل. طبعا كل مرة يحاول أن يتركها أسبوع أسبوعين شهر يرجع إليها تعتبر نكسة. لذلك إحنا نحتاج إلى تقوية الدافع، تقوية الإرادة، تقوية الباعث الداخلي إلى تركها. وعشان كذي إحنا دائما ما نشجع على أن تركها ممكن، بل أيها الأحبة وأقول ذلك صادقا، كثير ممن أعرف أنهم كانوا مبتلين بها ومارسوا هذا العلاج تركوها ولم يعودوا إليها أبدا. هذا رقم 1، قوي دافعك الداخلي. رقم 2، يجب عليك أن تكرهها كرها شديدا. شلون يعني؟ الذين يمارسون هذه العادة لما يصل إلى مرحلة الذروة، لما يصل إلى مرحلة الذروة 5 ثواني يحس بالنشوة، يحس بالراحة، ولأنه يحس بالنشوة بالراحة تعتبر مصدر سعادة بالنسبة إليه، عقله اللاواعي يعتبر أن هذه العادة مصدر سعادة بالنسبة إليه. بعد ذلك يأتي الشعور بالذنب. فعشان كذي إحنا نقول لابد أنك أنت تكرهها. هو الآن لحين ما كره هذه العادة، فعلا هو متقزز منها يبي يتركها لكن ما كرهها. فرقم 2، يجب عليه أن يكرهها. شنون يكرهها؟ إحنا دائما ما نخلي إليهم هذه الطريقة، نسأل هذا السؤال: شنو أزل شيء أنت تكرهه في العالم؟ شنو أزل شيء يسبب لك تقزز؟ شنو أزل شيء يسبب إليك يعني تكرهه بشكل كبير جدا، ما تطيقه، ما تحبه؟ هذا الشيء يساوي العادة السرية. نربط، نسوي رابط عقلي بين هذا الشيء الكريه وبين هذه العادة، فيصير بينهما ترابط. كلما دعته نفسه لممارسة هذه العادة اتذكر ذاك الشيء الكريه، فصار الآن هذا بهذا كريه، صارت هي بهذا الشيء الكريه المقزز كريهة ومقززة. هذه الخطوة الثانية. خطوة رقم 3، نعيد برمجة العقل. العقل مبرمج على أنه هذه أمر يسبب له السعادة والفرح، احنا نريد نأكد ونعزز كراهيتها وسيئتها وسلبيتها على الإنسان، فنحاول عن طريق برمجة العقل اللاواعي من جديد. شلون نبرمج العقل اللاواعي؟ في البرمجة اللغوية العصبية عطونا طريقة، قالوا كل شيء يمارسه الإنسان لمدة 21 إلى 40 يوم يسبب عادة بالنسبة إليه، فيركز عند العقل هذا الأمر الذي يمارسه من 21 لمدة إلى 40 يوم. عشان كذي أنا أطلب من هؤلاء الذين يريدون التخلص منها أن يداوموا على كتابة هذه الجملة: أنا أكره العادة السرية 21 يوم في كل يوم 21 مرة، وأحسن وقت في لكتابتها قبل النوم، لأن العقل اللاواعي يصير مستقبل إلى الرسائل اللي يطرشها إليه الواعي. 21 مرة لمدة 21 يوم، يبتدي التغيير عقب 21، يستمر إلى 40، في 40 يصير عنده هذا الأمر انتهى، يصير عنده الأمر خلاص ما يرجع إليه مرة أخرى. شلون هذا الكلام؟ ليش حاط على 40؟ هذا 40 رقم موجود حتى في رواية أهل البيت عليهم السلام، وهم يؤكدون على ذلك: من أخلص لله 40 صباحا أجر الله نابع الحكمة من قلبه على لسانه، من حفظ لنا 40 حديثا
أجر الله يا نبي على الحكمة من قلبه على لسانه. إذا أردت أن تحافظ على صلاة الجماعة حافظ عليها لمدة 40 يوم، بعد ما تصير شيء موجود في حياتك. بعد أهرب منها. شلون أهرب منها؟ يعني احرق الوقت، احرق وقت المختص إليها. سألنا سؤال في هذا الاستبيان، قلنا متى عادة أنت تمارسها؟ ف30 واحد قالوا بالصباح، 212 قالوا بين الصباح والمساء، 402 قالوا مساء. فأنا أعرف الآن متى الوقت اللي عادة أنا راح أصير في خطر، هذا الوقت يجب أن يحرق. اشغل هذا الوقت، إذا كان هو مبتلى بها مساء اشغل وقت المساء، صباحا اشغل وقت الصباح، بين الصباح وبين اشغل هذا الوقت بحيث إن ما يصير عندك وقت لممارستها. هذا واحد. اثنين، احرق الجهد والطاقة، احرق الجهد والطاقة. ليش؟ لأنه عادة الإنسان مدام موجود عنده جهد يعمل، ما عنده جهد ما عنده طاقة، ما عنده جهد وما عنده طاقة لا ما يعمل ما يشتغل. فأنت إذا هذا إذا حرق جهده وطاقته طول اليوم ما يجي المساء اللي هو منهك، خلاص يروح يريد ينام، ما يريد أنه يتعب روحه بهذه العادة. هذا 4 5، اقتل الأسباب، الأسباب اللي تدعوك إلى اللجوء إليها. ما هي؟ كثير ممن جاوبوا في هذا الاستبيان قالوا أننا لسنا متزوجين، وهذا الكلام أمس قلنا، إذا انغلق باب الحلال ينفتح باب الحرام. فدعونا أيها الأحبة نسهل هذا الباب، وما صعبه، إذا سهل بعد ذلك لن يكون هنالك حجة لدى أي أحد للجوء إلى المحرم. دعونا نسهل أمر الزواج. 2، لا تجلس وحيدا، لا تقعد بروحك أبدا، أهرب من الوحدة، روح أي مكان ثاني، أطلع، لا تجلس في الغرفة وحيد. 3، تخلص من أي شيء يدعوك إليها، إذا كان التلفون هو المشكلة تخلص منه، أقعد بدون تلفون يخليك أقعد بدون تلفون أحسن من كنت تغضب الله سبحانه وتعالى. تخلص من الإنترنت، تخلص من التلفزيون، أي شيء يدعوك إليها تخلص منه، أهرب من أي مكان ممكن أن الشيطان يستغل هذا المكان في أنه يدعوك إلى ممارسة هذه العادة. تخلص من كل شيء. أخيرا، تب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فتح لنا بابا سماه التوبة، وهذا الباب مفتوح على مصراعيه، وهذا الباب المفتوح على مصراعيه باب لن يغلقها الله سبحانه وتعالى، فتحه إلى رحمته، فتحه إلى رحمته. وأنس الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، يأنس بتوبة عبده، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوبة تجب ما قبلها. فإذا إذا كان عندنا رب رحيم، مهما أسرفت مهما عملت، إذا عندي رب رحيم راح يتوب علي، ليش ما أتوب وأبتدي من جديد؟ والأمر بين يدي الآن، أنا خليت الأمر بين يديكم، شفتون شنو الآثار السلبية روحيا جسديا نفسيا التي تصيب الإنسان من وراء هذه العادة. والآن باب التوبة والتخلص منها والعلاج حاضر، فأي الطريقين يريد أن يسلك هذا؟ أليس الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لكم في الحر بن يزيد الرياحي مثال، هذا الرجل خير نفسه بين الجنة والنار ولم يختر على الجنة بدلا، فهم وعرف، مع أنه كان واحد ممن هم في جنود
جيش الطاغية ابن سعد، إلا أنه لم يرضى لنفسه غير الجنة، وانتقل تائبا إلى الإمام الحسين، وأصبح أول من يستشهد في ركابه، والإمام الحسين يقدم الفداء تلو الفداء والضحية تلو الضحية، أصحابه، إخوانه، أولاده، نفسه الزكية يقدمها فداء إلى الدين، وتبقى زينب وحيدة فريدة، تبقى بعد مقتل أخيها وحيدة فريدة. أقصى ليلة مرت على السيدة زينب تلك الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، تنظر على يمينها وعلى شمالها، العباس كان موجود في الليلة الفائتة، الحسين كان موجود، الآن لا ترى إلا خياما محروقة، أطفالا مدهوشة، خيم يا حسين محروقة، وانا هواد علي الليل، وراسك راح للكوفة، وجسمك راح ضن الخيل، رضيت بليلة العشرة ومصايبها ولا دام، وكم مرت علي الليال من العين ما نام، شلون النوم والقعدة وهاي اطفالك مهام، شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالوقت، ساعد الله قلبك سيدتي مولات، بنص الليل تشتكي للإمام الحسين، بنص الليل يا ابن أمي ولم طفلة فقدناها، برو أطاري فرت بدهشة تلوج ما حدويا، بروحي طلع تدورها ودور وين ملفاه، شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمع هيسي، أخذتها رجعت بها إلى المخيمة، وإذا بها تكتشف طفلين مفقودين، رجعت بها للمخيم ولن اختاك تنادين، يا زينب قومي دوري وياي، راحوا وين طفلين، بروحي طلع يا عتدورها ولا تشوفي درب عين، ولنو جاهم ليا تلوح تقال نجمس، كيف رأيتهم يا زينب شسالف لك يا نور العين، دهر النوم روان وهضم الماء جرى ولا صار بالمخلوف وازان، شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثان، الكبير على الأخو حاني يضم عين وحوش، أنا زين
زينب اللي يحكون عني سلت المصايب ما سلني انا مغرب من صغر سني انا صار البكا والنوح فني هي انا صار البكا والنوح فني نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.